طبعا احنا مؤتمرنا اليوم تم افتتاحه بوجود وكيل وزارة الأسكان الشؤون الفنية المهندس خالد محمد خالد، وطبعا إعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي موضوع كبير جدا في ليبيا، وعندنا مشاكل نعانيها يعني مش اليوم بس، يعني من فترة طويلة جدا، والشركة قامت بائتلاف مع مجموعة شركات ألمانية بخصوص المتخصصين في مجال منظومة الصرف الصحي، والآن نعرفوا في النو هاو متاع الشركات الائتلاف الموجودة معنا، وفي نفس الوقت يعني نحاولوا نديروا حل لهالمنظومة هذه قبل دخول فصل الشتاء. وعندنا طبعا المنظومة الرئيسية اللي في الهضبة تعتبر من أكبر المنظومات في ليبيا، يعني واقفة ما تشتغلش. عندنا مشاكل تانية هي التلوث، يعني عندنا البايب يصب على الشواطئ، هذه نسبة التلوث 100%، يعني أكثر الأمراض اللي تجينا من نسبة التلوث اللي على الشواطئ. فلهذا نحاول نديروا حلول مع الفريق اللي جبناه الاستشاريين، وتستفيد منهم بلادنا، وعلى الأقل يعني يد بيد باش نعمروا البلاد. طبعا المؤتمر هذا هي فرصة لتبادل الأفكار ومواكبة ما هو جديد في ما يتعلق بالبنية التحتية. حقيقة فيه بعض الشركات العالمية والمشهورة زي شركة الألمانية. طبعا ننسى أن نشكر شركة البستان القابضة لدعوتهم لنا بحضور هذا المؤتمر لتعريف مما هو جديد. القص في مسابقة وتحدثت بالبنية التحتية، هناك لا شك وجود العديد من المشاكل في ظل توقف الأعمال وتوقف المشاريع، يستوجب معرفة ما هو جديد وما هو يفيد ويسرع من عجلة البناء ومواكبة ما هو تأخرنا، ويستوجب الوصول إليه. مثل هذه الشركات الكبيرة الحقيقة فرصة للتعاون وتبادل الأفكار والتجديد. There are things which have to do at once because plants are not working. We have a team who can come directly, also supporting the operators to repair the plant. We can bring the equipment to bring it in order. And secondly, to develop a master plan, a strategy for water management in Libya. قال لك احنا عندنا الخبره باش المحطات اللي موجوده اللي ما تشتغل نسوي لها صيانه ونرد نشغلها زي ما كانت يعني قبل، وعندنا خبره زاده باش نعمل خطه شامله لكل ليبيا باش كل المشاريع هذه نسويها على قاعده، يعني باش تكون كلها مشاريع يعني في الطريق الصحيح. I'm happy about this good development of the Libyan-German cooperation in the field of water resource management and the very positive talks we had today with the minister. قال احنا فرحانين ياسر على يعني الحالة اللي صارت فيها ليبيا، الحمد لله اللي صارت آمنة، واليوم تكلم مع سعادة الوزير يعني وعايز يعني يصير تعاون ألماني ليبي بحلول مشاكل المحطات الصرف الصحي. We are happy to in future to work for the water sector here
the field of engineering consulting, but also in the field of training. We have specific training centers and training materials, including online learning, and we want to support the complete development of the sector. وكان لنا شرف كبير باش نشتغلوا في ليبيا باش نسوي دراسات ونسوي يعني مخطط المشاريع وخاصة التدريب يعني عايزين ندربوا الشباب الليبي في التشغيل وصيانة المحطات. Ich bin auch sehr dankbar für das große Interesse, was uns hier in diesem Bereich entgegengebracht wird und freue mich, dass wir da hier intensiv zusammenarbeiten. وأنا فرحان ياسر بالاهتمام بتاع المسؤولين الليبيين في هذا الميدان وإن شاء الله يعني نسويه مشاريع تكون مفيدة للشعب الليبي.